السلام عليكم متابعي موقع الطنجاوي، ومرحبا بكم في ميكرو الطنجاوي. موضوع ديالنا اليوم علاش كثروا جرائم في طنجة، بقاو معنا في هذه الحلقة. هذه الأسباب الأولية هي المخدرات الصلبة أولا، وثانيا الإنسان ما بقاش باغي يخدم داك 100 درهم، كيبتكر واحد الوسائل يعني خفيفة باش كيكسب بيها يعني بزاف ديال اللي كيخصو باش يشري داك المخدرات. وثاني حاجة اللي كاينة يعني ما كاينش الأمن في المواقع اللي كتوقع فيها الجرائم، داك القنوتة اللي كيشبروا فيها الإنسان داك الوقيتة الصباح ولا الوقيتة العشية اللي كيجيو الناس من الخدمة، يعني كيكون الأمن قليل في هذه المناطق هذيك. وفي الحقيقة يعني خصهم يشوفوا الحل لهذا الشيء، حيث الأمن هو اللي مسؤول على هذا الشيء. المسؤول الأول هو الأمن، حيث هو اللي يشوف الحالة ديال المخدرات الصلبة. أما الناس اللي كتكمي هذا شنو كيقولوا له الكيف ولا القنة بالهندي، يعني الإنسان ملي كيكمي كيتبنج ما كيتحرك شي من الكرسي كاع. بنادم كما الكوكاين خصو يجيب واحد 60-70-100 ألف، يعني خصو يسرق، خصو يحضر، ايه خصو يسرق يقتل المهم على داك 1000 درهم. يعني الدولة خصها تدخل في هذا الشيء. وثاني حاجة يعني حتى الإنسان خصو ياخذ الاحتياط ديالو داك الأماكن يعني المظلمة ولا الأماكن المشبوهة ما يبقاش يدوز منها. هادشي اللي غنطلبو يعني حنا كنخلصو الضرائب باش نعيشو في الأمن كدولة، عند المؤسسات الكافية باش يعني تحمي المواطن، ماشي غير داك القنوت اللي كاين فيها الكوار واللي فيها اللباس عليهم اللي كيدوز فيها الأمن وصافي. يعني سال أحياء شعبي، والأحياء يعني الطبقة الفقيرة هي الطبقة المستهدفة أصلا في جميع ديال بنادم لاباس عليه فين غيقرب عنده اللي غيكريسي بالجنوية ولا الشفرة، يعني ما يقدرش يقرب عنده. فين كيمشي؟ كيمشي عند العائلة، مشات مسكينة تخدم في المعمل ولا العايل ولا يديلو تيليفون ولا يديلو سلسلة ولا الصك، يعني هادشي خصهم يشوفوا هما الحل ديالو. حنا كمواطنين يعني كنتظروا منهم الحل الأسرع في هاد المشاكل هادي. شحال من واحد مسكين خسروا له وجهه، شحال من واحد قتلوه. شنو الإحساس ديالك ملي كتسمع هذا قتل، هذا مات، هذا؟ أنا ما كيعجبنيش هادشي بصراحة. في الحقيقة المغرب عنده جميع الكفاءات باش يتسيطر على هاد الوضعية هادي، خص غير المؤسسات تحرك يعني بطريقة لازمة، ماشي ستابيكا تدوز وتمشي بحالها. والرأي ديالي الخوا شحال نقول لك؟ ربي طال كثرات القهوة والأزمة والزيادة والمصروف اللي كتهضر، ما كيقول لك مازوت غالي، الخضرة غالية، البطاطا غالية، الدجاج غالي، وبالصفة القهوة ما كثروا الجرائم. شني في نظرك غيوقع لما ما كانش ضروري من الجرائم؟ ضروري ما يوقع هذا المشكل هذا، شي كيضرب خانة، شي كديلو رزقو، شي كديلو باش بنادم كيعيش، فهمتي؟ إلا ما كانش هكا عاود بنادم ما يعيش. النص اللي ما خدامش كامل كيضرب على كاين شي جيب بحال هذا، كيدي شي حاجة كيضرب في جيبو. خواتي عارف اخاي ابراهيم، والحال ديالك شنو كيمن هو الحال؟ والحال ديالي الخاوه هو يزيدوا لنا في اليد العامله ويزيدوا لنا في المصروف، ثمن السما كيطلع، خص عاود المعيشه تنقص. واش بنادم ضروري ما يوصل لواحد النيفو اللي يمشي مرتاح في الدوله ويمشي معايا يبقى لا جرائم لا حتى شي حاجه؟ خاي عزيز تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخاي ابراهيم، تحياتي ليك وكنشكرك بزاف على الثقم اللي عندك اخاو. الله يرحم والديك يا عزيز. عزيز مؤخرا كسروا الاجرامات، تبارك الله، الاخبار اللي ما كتفرحش، شنو الراي ديالك؟ ما كتفرحش يا اخي، مكرهناش يكون عندنا الام زايد هنا في هذا الاتجاه هذا، وينقيونا الاوباش اللي كيخرجوا الدراويش يخدموا في الصباح بكري هنايا كيتعرضوا لهم. خصنا الامن يكون زايد دائما كيدور هنا يا اخي، وما بغيناش هذا الشيء هذا يكون عندنا. كيجي عندنا بنادم براني، كتجي عندنا جاليه المانيا من بلجيكا من هولندا من فرنسا من اسبانيا من اي عالم كيجي عندنا هنايا، خصنا نستقبلوه مزيان وما يكونوش عندنا الشفاره بزاف في هاد الاحياء هادو. هادشي اللي كنطالب انا من المسؤولين، المسؤولين يكونوا عندنا هنايا وكيدوروا وكيشوفوا شنو كاين، وكلشي راه باين وكلشي معروف. واش على حساب الخدمه اللي ما كايناش باش كيوقع مشاكل بحال هادو، ولا شنو هو الراي ديالك؟ الخدمه موجوده، اللي ما بغاش يخدم الراجل فيما مشى كيخدم، نوض الصباح بكري يمشي للمارشي، يمشي لصوباسطا د الحوت، يمشي للموقف
في مكان يخدم خدمه موجوده، اللي ما بغاش يخدم، اللي كيبغي يخدم ينوض الصباح بكري يمشي يقلب على الخدمه. يعني عجيبه في مكان يجيبها. حنايا كنا كنجيبوها مشي كنجيبوها باقي الزرع هنايا في هذه الحومه، وحنا كنجيبوها حنا تربينا صغارين كنبيعوا ونشريوا كنعرفوا كيفاش كنجيبوها. الدراري ما كيجبروا فين يخدموا، الخدمه قليله والجلاس في الزناقي بزاف، وهذا حاضي هذا، والانسان الا عنده شي حاجه زايده والانسان اللي عنده شي حاجه زايده كي كي كيغير على خوه، كيقول له علاش هذا عنده وانا ما عنديش. وتعاند معاه صاحبي بحالك بحالو غتعمل حتى انت. هادي كاينه هادي. الانسان ماشي انسانيه، شفتي عنده شي حديده غتحسدو، شفتي عنده بورطاف ولا لابس غتحسدو، الا تعاند لا تحسد الخوه ديالك. فهمتي؟ جيبها بدراعك وكون مع خوك يعني وفيدو. شنو الرساله ديالك اللي غتوجه لهاد الشباب ديالك؟ هادو سيدي هادو الشباب كنرسلو يصليو وتلبلو بالرياضه وتحافظوا على الغابه. الغابه تبارك الله عليك ابو بدر، الله يحفظك ليا، طول لي عمرك. يعني شنو هو السبب الرئيسي اللي كيخلي هاد الشباب باش يعملوا هذا يوقع الدبيزة السرقة؟ ما مربينش انا كنقول لك، هذوك التربية ديك الشيء هذاك من التربية. إلا كان ولادو مربيين مزيان كيتباع ولادو غيطلع ولادو العائلة ديالو بخير مزيان. وإلا كان مثلا هو كيطلع فهمتي ولادو ماشي كيخدم كدا، راه ولادي في الدار كدا، المرا غادي غادي تصبر لولادو يعني في العشية غادي تقدر تقول له فلان وفلان اشنو يعملوا اشنو يعملوا، ها اللي كيقراو من براسة فهمتي. هادو ما حفظوش، هادوك خصهم في علاقة. ها يعني كان الضرب كشحال هذيك كيعوض الإنسان، كيعوض الإنسان. دابا ما بقى لا ضرب، دابا ما بقى لا ضرب والو. السيد في الصباح كيخرج كيمشي يعني يجيب له ما ياكلو فهمتي، والمراه في الدار يعني ما كاس واخا غادي يجي. فين كانوا هاد الدراري؟ لا كانوا هنايا، ما كاين حتى شي مشكل. يعني دائما كتبين الامور مزيانه، دائما الامور مزيانه، هادشي اللي كاين. تبارك الله عليك. شكرا. ايوا السبب الله يعفو علينا وعلى جميع المسلمين. أزمة كاينة، الخدمة ما كايناش، إيوا الدراري هذا هو السبب. يعني هذا هو السبب، هذا هو السبب باش كيخرجوا يدابزوا. إيوا الدابزة ما خصهمش يدابزوا زعما. الله يهديهم ويهدي ما خلق. والسلام على شنو يقول لك أوليدي أنا ما شفت. إيوا شنو غنزيد نقول لك أعمى. وشنو أسوس جا الرسالة للأطفال اللي معانا هنا؟ الله يهديهم والله يعطيهم النجاح. هادشي اللي نعمل. جرائم راهو ما كانوا السابق، ولكن يعني كثروا دابا. انت كتشوف يعني كثر يعني المخدرات، والشباب كتجبروا يعني عاطل عن العمل، ما قادرش يخدم ولا ما خدامش ولا بزاف ديال الامور. وزائد يعني الكاميرات المراقبه اللي رجعوا دابا باش يبقاو كيبانوا بانهم كثروا. اللي بغى يخدم راه غيخدم باي طريقه غادي يخدم فهمتي. وحق اللي كيكون يعني عنده ديك العقليه كيتجه عن الطريق اخرى اللي ما تصلح له لا هو ولا والديه، وكيتجه عن المخدرات. طبيعه الحال كيبقى ليله كامله هو مخدرات وبزاف ديال الحوايج اخرين. شنو بغيت يعمل في الصباح؟ في الصباح اي واحد يتلاقاه كيكون يانا واجد خامر ولا كيفاش كيقول له في ديك المصطلح ديالهم هما، يعني يبان له اي واحد غادي يمشي. طبيعه الحال غادي يمشي كريزي ديلو تليفون جبار بنت يخلع يديلها تليفون ديلها اللي في جيمه ولا كذا. شنو هي الرسالة ديالك لصوصان الشاب؟ فبالنسبة للرسالة ديالي خي ابراهيم، كنتمناو أن الشباب إن شاء الله يربي يعني الحمد لله كاينة آفاق، كاينة اللي بغى يخدم راه موجود فين يخدم، كاينة برامج عاملاهم الدولة. يعني الشباب كخصهم يعني في هذا العصر هذا ديال التكنولوجيا، بنادم ماشي غير يشبر التليفون يبقى زعما. والرسالة كاينة برامج من ناحية العمل اللي مجبر شي مرة وباغي يخدم الراس وكذا، كاين بزاف البرامج اللي هما ديال الدولة عاملاهم كتدعم بهم الشباب ويخدموا، كتكون مواكبة وكيوجهوهم. يعني خص بنادم يبادر ويمشي يفتش. هذه النصيحة اللي عندي صح، واللي احتاج شي حاجة من هذا المنبر ديالكم أخي إبراهيم
كنتمنى اي شاب ولا شي حاجه بغى شي واحد يعني نوجهه ولا نوري له يعني الخطوات راه كاين ما يدار موجود اللي بغى يخدم وعنده الرغبه في الخدمه يجي لعند هذا عبد الضعيف مرحبا على الراس والعين بديك الشيء بقدر المستطاع بديك الشيء اللي كنعرفو نبارطاجي معاه فهمتي يعني ماشي ضروري يكون معاونه ماديه ولا كذا يعني كيف ما بغات تكون الامور بنادم كيحاول يمشي معاه هذا اللي كاين طلب التوفيق ان شاء الله ربي الشباب واللي بغى حتى شي حاجه مرحبا بين تواصل معايا نوري نوجهه هذا الشيء اللي غنقول له باش ما يفهمش شي واحد شي مفهوم اخر يعني بديك الشيء اللي كنعرفو انا نبارطاجي معاه ونوري له نوجهه تمشي هنا ولا تعمل هذه وهذه كاين برامج كاين البرامج ديال الدعم كاين برامج ديال المواكبه بزاف ديال البرامج يعني اي حاجه بغيتي اللي فتش لي شي حاجه غيجو فتشتي على الاجرام مع تبع طريق الاجرام فتشتي على بغيتي تخدم على راسك ما قدرتيش تخدم في هذه الخياطه ولا ما قدرتيش تخدم في الموقف ولا ما قدرتيش تشبر قايله ولا شي حاجه بغيتي تسمي شي حاجه ديالك وتبدا كاينه الناس كاينه اساسيات كاين بزاف ما يدار ماشي بنادم يقول لا ما كاينه والو يصبح نعاس يباس على مخدرات ويصبح على الصباح والدوله ما عطاتني شي ما كذا لا بالعكس بنادم يبحث ويجتهد ويحاول يطور راسو والامكانيات ديالو وما غيكون غير الخير واللي سبع وتابر راه الناس كتشوف بعينها بنادم اذا كان معقول وباغي يخدم على راسو راه كلشي غادي يمشي معاك في الطريق بنادم الا كان العقليه ديالو في عقله شي حاجه اخرى راه غيبقى في ديك الاتجاه هذاك اللي ماشي فيه الله يبارك فيك اخاي ابراهيم كما شفتوا كانت هذه الاراء ديال الناس في الشارع وانتم شنو هو الراي ديالكم في هذا الموضوع هذا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.